سنة طيبين. النهاردة سنة جديدة وإن شاء الله سنة سعيدة. عام سعيد ولينا كلنا، خاصة في بوادر للسلم والسلام وفي حلم لبناء الأوطان، وده اللي هنتكلم عليه. هنحلم النهاردة مع بعض وبكرة إزاي نبني الوطن السوري مرة أخرى كلنا. النهاردة إخواننا المسيحيين في الكنيسة الشرقية، مش كده برضه، بيحتفلوا بعيد ميلاد المسيح عليه السلام. فبدون الدخول في الآراء الفقهية المختلفة، بنهني الجميع بالسنة بعيد الميلاد وكل شيء إن شاء الله. نتمنى إن إحنا في سوريا نعيش كمجتمع واحد زي ما كنا عايشين قبل كده من قبل، ولا يفرقنا أحد، ولا يسيس أدياننا أحد، ولا يسيس ثقافتنا أحد، ولا يقسم المجتمعات أحد أبداً على الإطلاق، ونتحول من وطن يجمع الجميع إلى مجتمعات صغيرة أو مكونات سكنية صغيرة كما يريد الآخرين أن يجعلوا هذه الأوطان الآن. من أهم الأشياء اللي احنا عايزين نتكلم فيها النهاردة قبل البرنامج، اللي هي المعايير الإنسانية اللي احنا مفروض نلتزم بيها، الإنسانية والحيادية وعدم الانحياز والاستقلالية والوحدة، وإيه تاني حد فاكر؟ الخدمة التطوعية. حلوة دي، الخدمة التطوعية، وآخر واحدة اللي هو العالمية. فإحنا عمال إنسانيين شئنا أم أبينا. أقولها تاني، إحنا عمال إنسانيين شئنا أم أبينا. أقولها تالت، إحنا عمال إنسانيين شئنا أم أبينا. عملنا ليس سياسي، عملنا ليس حزبي، عملنا ليس عرقي، عملنا ليس جهوي، عملنا ليس متحيز لفئة دون فئة. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير هو من كان يحاربني بالأمس حتى ولو كان على غير ديني. فاحنا نطبق تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نطبق تعاليم بعض الناس الذي يريدون أن يقسم المجتمعات إلى أشياء أو إلى مجموعات سكنية. نخرج من وطن كبير إلى مجموعة سكنية ثم إلى فرد، ودي في منتهى الخطورة، لا يشعر بها الإنسان إلا بعد أن تحدث النكبة والمصيبة إلى آخره. كانت الأسرة آمنة في ظل مجتمع، في ظل مدينة، في ظل وطن، وأصبحت الأم بدون زوج، والطفل بدون أب، والأب بدون زوجة أو أطفال. هكذا ما يريدون الآخرين للمجتمعات، لأن مجتمعاتنا غنية، غنية بالثقافة وبالعلم وبالحضارة وبالتاريخ، وغنية بمقدراتها. وأهم غنى أو ريسورس فيها هو أنتم، اللي هو العنصر الإنساني الذي إذا اجتمع في مكان ما أحدث نهضة تفرز حضارة، أحدث نهضة تفرز حضارة. فلا بد أن اليوم هتكلم عن الحضارة، مش هتكلم على حبة أكل وشرب وحبة خيم وحبة إيه تاني. كل ده كلام ماشي في طريقنا، لكن إحنا صناع حضارات ومقيمي نهضات، ولا تتخلوا عن إرث آبائكم وأجدادكم في أن نتبع هذه التقسيمات. عشنا مع بعض، سوريا عملت حضارة ولا ما عملتش؟ هي الحضارة. هي الحضارة. طب خلاص بقى نرجعها تاني، وإحنا واثقين في كده بكل مكونات مجتمعنا السوري، وكل مجتمعنا السوري كمجتمع ثقافية أو عرقية أو دينية أو إلى آخره. الإنسانية بتاعتنا اللي هم الست مبادئ مش هاخد فيهم كتير لان انتوا عارفينهم احسن مني،
وانا الحمد لله بتعرض لنفحات من العمل الانساني السوري في خلال الخمس سنوات الماضية، وان شاء الله تكون منتهية في هذا العام. لكننا لابد ان نستعد لبناء الوطن. ده العنوان الكبير. والعودة الى الوطن. وده اصعب من اللي فات. شغل العواطف والدموع لان في الوقت اللي جاي مفيش فلوس هتيجي. التلفزيون هيغيب عننا، الميديا هتقف، الاعلام هيقف، التشنجات بتاعت المذيعين والمقدمين البرامج هتنتهي، وهنترك احنا بقى للارامل والايتام والاحياء المدمره وكذا 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 وكذا، وما اتعلمناش احنا من قضيه افغانستان، قضيه البوسنه، قضيه الشيشان، والثانيه اسمها يا ربي، حتى الصومال. الصومال بقى لهم 30 سنه تقريبا داخلين في مجاعه محدش عايز ينتشلهم منها. هم شعب قادر على انه يعيد نهضه بلده مره اخرى. لكن الفلوس بتقف لما الاعلام بيصمت عن التحدث عن قضيه ما، فسيصمت الاعلام حينما توقع اتفاقيه السلام. اعلام هو ده اكبر تحدي لينا. اكبر تحدي لينا. كان بيعيط امبارح وبيصرخ وكان بيولول عن القضيه السوريه، هينشغل بقضيه ثانيه. في قضايا دلوقتي بيقولوا دي درجه اولى، فيجتمع لها الامم المتحده والمجتمع الدولي المانح، ها قد تكون حلب دلوقتي او سوريا، لكن بعد شهر او اثنين او ثلاثه خلاص تطلع قضيه ثانيه، لان خلاص احنا وقعنا السلام. واخطر تحدي لينا هو بعد توقيع السلام. كيف؟ ارجع اقولها ثاني، نبني الوطن. ولن يبنى وطن الا بالوحده. ولن يبنى وطن الا بالتعاون والتنسيق والتشارك والتنازل عن الشخصيه الاعتباريه. ودي اكبر حد نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. هي دي المفرقه وهي دي الحالقه التي تحلق الدين ولا تحلق الشعب. دي معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اشمعنى انا ما اطلعش في الصوره؟ اشمعنى انا ما اخدش كذا؟ ما بقاش انا الرئيس، انت مين؟ انت ماء مهين. وانا ماء مهين، صح؟ مش انا ماء مهين؟ ها مش انا ماء مهين؟ كرمك الله، كرمك الله. اذا كان ربنا قال كده. الله العظيم ده ربنا قال كده. بس انا مش فاكر الايه، حد ذكرني فيها. ها؟ فان هذا الماء المهين يذبح فرعون اللئيم. صح؟ عندنا فرعون وعندنا فرعون وعندنا النمرود ومين تاني؟ وعندنا هامان وعندنا مين تاني؟ ها؟ لا ما بتكلمش في الاحياء، بتكلم في الاموات. عندنا كل هؤلاء. كل هؤلاء عندنا في نحن. لان احنا ما بنتبعش عدد ونفس وما سواها. اللي سوى النفس هو ربنا. او احنا هنسوي انفسنا. خلقنا هنسوي انفسنا. العمل وجراها وطن. فالتنازل عن الجزء من الشخصيه الاعتباريه اصبح فرض عين على كل من هو موجود في هذه القاعه. اوعوا لن تبنى الاوطان الا بالتنازل عن جزء من الشخصيه. من اجل الصوره الكبرى والرؤيه الكبرى لبناء مجتمعات قويه تحافظ على كيان الوطن. ها؟ الأنانة بقى ننحنح. مش كده يا حمادة؟ ننحنح الأنانة. ما ننقنش النحنحة. ها؟ ترجمة الإخوة بتوع غزة مش فاهمين، يعني مش عارفين ده أنتم متربيين في مصر. الأنانة من أنا والنحنحة من نحن. خلاص؟ ترجمة؟ يعني احنا ايه؟ ننحنح الأنانة وما ننقنش النحنحة. عايزة تدخل للناموس. دخلها. بما ان السوريين ما يعرفوش يتكلموا عربي زي المصريين. بس فسنطفي عليكم بهاء اللغة المصرية العربية التي أنشأت اللغة العربية. خلاص؟ تماما. فاحنا بنلتزم بالمعايير الإنسانية. لأن هناك من يرقب تصرفاتنا منذ 2011
وهناك من يتبع خطواتنا منذ 2011 وما قبلها وبعدها. ولست بالخبي وليس الخبي بخادعني أو يخدعني إلى آخره. ها؟ كيف نحافظ على يعني إيه آلامنا في وقت الظلام والظلمة والظلم من أجل الإنسان اللي هو موجود الآن بيعاني، سواء كانت امرأة أو أرملة. يعني ثقافة المجتمع أصبحت اتغيرت، خاصة في الأسرة. المرأة اللي كانت عندها الحيثية بتاع بيتها وكيانها وخصوصيتها في المخيمات ما أصبحتش هي نفس المرأة، والبنات اللي تربوا في المخيمات ما أصبحوش هم نفس البنات اللي كانوا متربين في البيوت، والضيع بالأخلاق دي كلها هتتعاملوا مع مجتمع جديد، ما تجيش تتعامل معاه بعقليتك اللي ايه المتحجرة اللي بقى لها 10 سنين أو 20 سنة. لا، المجتمع اتغير. في بعض الناس لم يشعروا بألام هؤلاء النساء والأطفال وأخلاقهم اتغيرت، فبينزلوا عليهم بالصياد. غلط، لأن احنا قهرناهم فعاشوا في مخيمات، ولن يعلم مرارة كلمة مخيم إلا من ذاقها في مخيم، لن يعلمها. ها؟ فلا نتاجر بالطفل اليتيم لأنه ليس سلعة، أو بالأرملة المكسورة لأنها ليست سلعة، ولا بالرجل الحزين المكلوم لأنه ليس سلعة، بل هو وهي وكلهن وكلهم أصحاب هذه المؤسسات، ولسنا نحن. نحن ما إنا إلا خدم عندهم، والذي يحول هذه الخدمة إلى وجاهة بطن الأرض أولى له من سطحها، لأن الذي يدفع مرتبات كل هؤلاء هم هؤلاء الأطفال الذين تغنى بمآسيهم. ولا نعيشها بشكل. أنتوا طبعا بتتكلموا فرنساوي وأنا بتكلم عربي. هندي. طيب كويس. فدي القاعدة الأساسية. برنامجنا اليوم ما هو إلا محطة ننطلق منها لرؤية كبيرة لتجميع الناس والتنسيق والعمل مجتمعين على بناء وطن. وطن كان مهدا للحضارة وسيظل مبعثا للنهضات. لا تتنازلوا عن هذه الرؤية مهما طال الزمن. مش مهم أن تتحقق الحلم أو يتحقق الحلم والرؤية في جيلي، لكن المهم أن أخطو أنا بالخطوة الأولى لكي تنهض الحضارة فيما بعد، وتنهض النهضة فيما بعد، وتنهض الأوطان فيما بعد. أنبياء كثر لم يتمتعوا بنشر دعوتهم في حياتهم، ولكنها انتشرت بعد مماتهم. هذه الأمور بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن الأمر الذي بين يدينا هو ونفس وما زكاها نفس وما سواها. والآن أنا والنحنح، فنحن متنحنحين لننحنح الآخرين. مفهومة؟ ولا أهل غزة خلاص يعني تركوا جمهورية مصر العربية؟ النحنحة دي مهمة جدا 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 جدا. احنا ان شاء الله زي ما كان اخونا الدكتور محمد اتكلم في الاول، ان احنا في 3 مجموعات. مجموعة الدكتور محمد السوسي، ودي من اهم المجموعات. يعني انا بتكلم كتير لكن انا مدرب فاشل حقيقة، مش كده يا محمد دكتور؟ ما انت كده عيب، انت نسيت. لا ده بابل بقى هنفست. فدكتور محمد السوسي يعني خبرة في العمل الميداني والتدريب. وفين أخونا إبراهيم العودي؟ وصل ولا ما وصلش؟ وصل بس محمد بس شوية. أنا بس شايف النور جاي من ورا عايز يطلع من قدام. هو بصوا عليه ده. اتفضل. عدوا عليه بالنواجذ، لأن هو في قضية بتاعته قضية اللوبينج والأدفوكاسي، اللي احنا كلنا بما فينا الناس اللي في الغرب زي حالاتنا متخلفين فيها.
متخلفين. يعني قد تكون القضية الإغاثية بنصرف فيها مئات الملايين، لكن قضية الضرب عايزين لها الملاليم وما بنلاقيش الملاليم. هتعرف الملاليم يعني إيه؟ ها؟ القرش. لو المليم جزء من القرش. ما بنسهرش فيها، أنا مش شايفينها. لكن هي اللي بتأثر على صاحب القرار وصاحب كل شيء للقضية للضبط. وأنا هتكلم في أي حاجة زي ما الدكتور محمد قال لكم إنها إيه يعني إيه بسد الثغرات. أنا بس إيه؟ لا لا لا. ما تجيش تمدح أنت، خلاص مدحت خلاص. ما فهمت؟ فأعتقد إن الأخوين الدكتور محمد السوسي والأستاذ إبراهيم العودي عندهم خبرات يعني أنا لا أتمتع بالناس تكون عندي، أنا عندي كلام بس. كلام حلو كده وخلاص، وفرصة حضرتك تخرج من الموضوع مش فاهم حاجة. تقول يا سلام شوف الفلسفة قد إيه؟ لأن القعدة مش فاهم حاجة وبتاع ده وما يخرج ما يلاقيش حاجة في إيده، لكن هتلاقي الحاجات في إيد الاتنين دول. هذين النجمين. أقف يا إبراهيم. أقف يا محمد. هم دول الأصل. ها؟ خليهم كل واحد يعرف يفهم ده. خلاص يا سيدي اتفضل. فأنا بقى أنا بتاع الكلام اللي وأقول لكم إيه؟ خلوا الناس دول هم اللي إيه؟ يعطوكوا الزبد.